في التاسعة حلقة خاصة من دمياط. قلعة الصناعة الوطنية وموطن المهارة والجودة، نسجل أسرار الصناعة ونستمع لأصوات الحرفيين وأبناء البلد. الأول كان الموضوع بدائي، دلوقتي بقى طبعا عندنا رسومات هندسية بنشتغل عليها. التصنيع دلوقتي بنسبة 100% صناعة مصرية، كل العمالة مصرية حتى التصميمات. ونوثق إنجازات الدولة. مبادرة حياة كريمة استهدفت مركز كفر سعد. فعلا طفرة ما كناش بنحلم إنها تبقى موجودة. أنا أول ما جم قالوا لنا كلام العقود أنا ما كنتش مقتنع، ده حقيقة والله. التاسعة مع يوسف الحسيني الليلة على قناة مصر الأولى.